سمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أول أمسنا السبت بمراكش المباراة النهائية للمونديالتو والتي عرفت فوز فريق ريال مدريد باللقب على حساب سان لورينزو الأرجنتيني بهدفين للا شيء. محمد بن ثابت يعود بنا إلى سيناريو المواجهة. بالملعب الكبير في مراكش وأمام جمهور قياسي من مناصر ريال مدريد وسان لورينزو الأرجنتيني، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن نهائي مباراة كأس العالم للأندية في نسختها 11. الفريق الملكي وفي مباراة تكتيكية محضة تمكن من فك طلاسمها منذ الدقيقة 37 من رأسية لسيرجيو راموس قبل أن يضيف الويلزي جاريث بيل الهدف الثاني في الدقيقة 51. وفي نهاية المباراة سلم صاحب سمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن كأس العالم للأندية لعميد الفريق الملكي إيكر كاسياس لتعم الفرحة مدرجات الملعب الكبير بمراكش. الفريق الملكي كرس بهذا الفوز هيمنة الأندية الأوروبية على لقب كأس العالم بعد اللقب الذي أحرزه السنة الفارطة بايرن ميونخ من نفس الملعب. ونوافيكم مشاهدينا في ميلي بتصريحات لاعبي ريال مدريد عقب إحرازهم لقب المونديال. استقها لنا زميل هشام مازن بكاميرا هشام السعودي. أنا مسرور جدا. الفوز بهذا اللقب هو الرابع في سنة 2014. الفريق يستحق أن يصبح بطلا للعالم للأندية، وأتمنى أن نحقق ألقابا أخرى في السنة القادمة. وأشكر كثيرا الجماهير التي شجعتنا منذ قدومنا إلى المغرب. نشكر الجماهير التي ساندتنا كثيرا في مراكش بالخصوص، والجماهير المغربية عامة. الفريق لعب بشكل جيد، كانت المباراة صعبة خصوصا أمام الفريق الأرجنتيني. نحن فرحون جدا ومسرورون كثيرا لهذا الفوز. أنا فرح جدا بتحقيق حلمي بالفوز بهذه البطولة. جئنا من أجل الفوز باللقب. الشكر الجزيل للجمهور المغربي بتشجيعه الكبير. إنها سنة جيدة للريال. لقب مهم جدا الفوز به، خصوصا بعد الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا. حاولنا تقديم أداء جيد أمام فريق حاول تصعيب الأمور علينا. نعم، كانت فكرة جيدة للانتقال للريال في هذا الموسم من نادي بايرن ميونخ. السر وراء فوزنا بالمباريات ال 22 الأخيرة العمل الجيد والدؤوب. نعم، يتوفر على فريق جيد يقوده مدرب كبير. نشكر الجماهير المغربية التي شجعتنا كثيرا، وأتمنى أن نعود مرة أخرى إلى المغرب قريبا. فريق الريال يتوفر على لاعبين جيدين مثل جاريث بيل، رونالدو وإسكو. فريق سان لورينزو لعب بطريقة جيدة، خسر بهدفين مقابل شيء وحاول أن يعقد المهمة على الريال. المنافسة كانت جيدة ومفيدة لنا، واحتلالنا للمركز الثالث يعد مفاجأة كبيرة وهو مكسب جيد في هذه البطولة. هو نتاج عمل كبير. قاريا أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم بالقاهرة قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وسيواجه المغرب التطواني بطل الدوري الوطني نادي أولمبيك باماكو المالي، في حين حكمت القرعة على الرجاء بملاقاة نادي الشياطين السود الكونغولي بالدورية التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا. تفاصيل أكثر رفقة عزيزة قبلي.
قرعة منافسات دوري أبطال إفريقيا 2015 تضع ممثلي المغرب التطواني والرجاء الرياضي ضمن مواجهات يمكن وصفها بالقوية. المغرب التطواني حامل لقب دوري المحترفين سيرحل إلى مالي لمواجهة فريق أولمبيك باماكو على أن تكون مباراة العودة بمدينة تطوان، فيما يستقبل الرجاء فريق ديابلو نواغا أو الشياطين السود من الكونغو برازافيل قبل أن يسافر إلى الكونغو لخوض مواجهة العودة. بالنسبة لتواريخ مباريات الدور التمهيدي الأول، فستجرى أيام 13، 14، و15 من فبراير المقبل ذهابا، على أن تقام مواجهات الإياب في 27 و28 من الشهر ذاتها. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أجرى أيضا قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وهي القرعة التي أوقعت فريق نهضة بركان وصيف حامل لقب كأس العرش في مواجهة فريق أونس خياطوغ من مالي ذهابا بمدينة بركان. القرعة نفسها أعفت فريق الفتح الرياضي حامل لقب كأس العرش من خوض مباريات الدور التمهيدي الأول. بمشاركة 4 أندية كروية، تتجه أنظار عشاق كرة القدم الوطنية إلى الواجهة الإفريقية بعد أن عاش الجمهور المغربي على إيقاع العالمية خلال الفترة الأخيرة، وكل التوفيق لأنديتنا الوطنية. إلى الدوري الوطني الاحترافي لكرة القدم، إذ جرت هذا المساء آخر مباراة عن الدورة الثالثة عشر، تعادل خلالها فريق المغرب الفاسي بهدفين لمثلهما مع مضيفه حسنية أكادير. الهدف الأول سجله اللاعب يوزور دا كروز دو سانتوس في الدقيقة 9 قبل أن يضيف يوسف السكتوي الهدف الثاني عن طريق ضربة جزاء. بعد ذلك أنهى المساء المواجهة بعشرة لاعبين بعد أن أشهر الحكم خالد النوني الورقة الحمراء في وجه اللاعب موسى كوني. الحسنية استغلت النقص العددي وقلصت النتيجة عن طريق اللاعب المهدي أوبلا قبل أن ينجح اللاعب جمال العبيدي من إدراك التعادل في الدقيقة 81 لتنتهي المواجهة متكافئة بهدفين لمثلهما. من جهة أخرى، تميزت مباريات الدورة 13 التي جرت نهاية الأسبوع المنصرم بتواصل صحوة الرجاء البيضاوي بعد تحقيقه فوز آخر، وهذه المرة على حساب شباب ريف الحسيمي. من جهته المتصدر الوداد البيضاوي انهزم للمرة الأولى في الدوري أمام أولمبيك آسفي، فيما باقي النتائج كانت متباينة. حصد الدورة 13 في تقرير محمد عبد الرزاق. بمجرد أن نستحضر ملخص الدورة 13 من الدوري الوطني، فإن أول ما يتبادر إلى ذهن المهتمين تلك الصحوة التي تعالى بها النسور الخضر بعدما حلقوا من بعيد إلى مراحل متقدمة. الفوز على ضيفه شباب الريف الحسيمي ب4-1 وثق هذه الصحوة، خصوصا أن هذا الانتصار هو الثالث للفريق على التوالي. وبالضفة الأخرى، الوداد البيضاوي يضع على نفسه أكثر من علامة استفهام، وهو الذي شد الرحال إلى أسفي بأمل العودة بنقاط على حساب أولمبيك أسفي الجريح، لكن الأمل اصطدم بواقعية قرش مصفيوي الذي ارتقى إلى وسط الترتيب بفوز على الوداد بهدفين للصفر. الكوكب المراكشي تجرع الهزيمة الثانية على التوالي ضد الجيش الملكي بهدفين للا شيء. خسارة ممثل مدينة النخيل أجبرته على الانحناء من الصف الثاني إلى الثالث لفائدة أولمبيك خريبكا. فالفريق الفوسفاتي بات محاذلة مهمة للدخول ضمن الأندية الطامعة في اللقب، بعدما قلص الفارق عن المتصدر إلى نقطتين بفضل فوزه على ضيفه النادي القنيطري بهدف وحيد. شباب أطلس خنيفرة عاد بانتصار ثمين من مدينة الخميسات على اتحادها المحلي. الفوز بهدف وحيد ربما يكون نقطة البداية لوضع قطيعة مع نتائج الماضي التي تجرع فيها 5 هزائم متتالية.
أما المغرب التطواني أسقط في هذه الدورة النحس الذي لازمه كظله، إذ فاز على ضيفه نهضة بركان بهدفين لواحد، ويعود آخر انتصار للفريق التطواني إلى الدورة السادسة. الدفاع الجديد الفتح الرباطي ظل وفيا لحصيلتهما المتعادلة في ترتيب الدوري بتعادلهما أيضا في الجولة الثالثة عشرة دون أهداف. في مباراة أخرى جرت أمس على أرضية ملعب 18 نوفمبر بالخميسة، تمكن فريق شباب أطلس خنيفرة من تحقيق أول فوز له رفقة مدربه الجديد كمال الزواغي بنتيجة هدف نظيف. تفاصيل أكثر رفقة زهير الرامي. في قمة مباريات أسفل الترتيب حل شباب خنيفرة ضيفا على الاتحاد الزموري للخميسات مع مدربه الجديد التونسي كمال الزواغي العازم على إبقاء الفريق في دور المحترفين. ديما نعاود نقول اللي راهو اي فريق صعد من النخبة الثانية للدوري المحترف ديما مشي يعاني المشاكل هذه مش يلقاها، يلزم العديد الكثير من الشغل والناس الكل تعرف المسؤولية اللي راهي صعيبة. اول فرصة لاحت للزموريين عن طريق مماد، وفي الدقيقة 42 القعداوي يسدد لكنه لم يقلق المرمى الخنيفري. وفي الدقيقة 43 ضيع إدريس عناية إمكانية افتتاح التسجيل للشباب لينتهي الشوط الأول بالتعادل دون أهداف. وفي الدقيقة 68 أحمد السحمودي كان قريبا من منح فريق الشباب الهدف الأول. وعلى بعد 9 دقائق من نهاية المباراة عبد العالي العبوبي لم يستغل خطأ في دفاع الاتحاد، وحصل الفريق الزائر على ضربة جزاء ترجمها إلى هدف أحمد السحمودي في الدقيقة 89. نستحق اليوم الانتصار ديما على الكيفية متاع اللعب، على الكمية اللي قدموها الأولاد، على الجهد اللي قدموه. أنا حلقة من الحلقات متاع المدربين، كملت الشغل متاع سي هشام متاع سي الحسن، كملت الخدمة متاعهم. سي لا فولونتي كي غاني اوجوردي خنيفرة جاوا افيك بلوس دو فولونتي نو اون جو او ماكسيموم افيك موان دو فولونتي دونك اون بو با الي او دولا هادشي اللي كاين. وفي الوقت بدل الضائع فشل عبد الرزاق منصفي في إدراك التعادل ليحقق شباب خنيفرة فوزا مهما خارج قواعده على الاتحاد الزموري الخميسات من شأنه تحفيز النادي من أجل تحقيق نتائج أفضل. ونوافيكم في ميل مشاهدينا بنتائج الدورة 13 من الدوري الوطني الاحترافي لكرة القدم. بالمقابل جرت نهاية الأسبوع المنصرم منافسات بطولة القسم الوطني الثاني لكرة القدم التي تميزت بمجموعة من التعادلات، فيما الصدارة لازالت بحوزة اتحاد طنجة. وليكم في ميل مشاهدينا النتائج. بعيدا عن المستطيل الأخضر اختتمت يوم أمس الأحد دورة للا عائشة للغولف نسختها الثالثة اليوم الأخير، عرف تحقيق دنماركي ناتا ماتينس